السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين وخير دايما يا رب. زي ما عودتكم دايما ان انا بعمل لكم مفاجآت كده وفيديوهات جديده في القناه، فكان عندي شويه شغل في دبي فحبيت ان انا اعدي على المعرض بتاع سوني هنا علشان افرجكم على الشاشات التلفزيون الجديده بتاعه 2024. طبعا انا الشاشات دي كلها اتكلمت عنها في القناه في فيديوهات مفصله قبل كده وهتلاقوا لها ريفيوز اتكلمت فيها بالتفصيل عنها قوي، ولكن انا الفيديو ده حبيت بس ان انا افرجكم بشكل عام كده مقارنه سريعه ما بين الشاشات دي والجوده بتاعه الصوره بتاعتها. فبدون ما اطول عليكم تعالوا بقى ندخل على المعرض ونتفرج على الموديلات الجديده بتاعه 2024. ودلوقتي تعالوا نبتدي بقى نتفرج على التي في لاين اب بتاع 2024 للشاشات سوني السنه دي. وفي الحقيقه انا يعني منبهر جدا بجوده الصوره بتاعه الشاشه، وزي ما انتم شايفين دلوقتي انا قدامي ثلاث موديلات ورا بعض من البريفيا 8، واخر موديل خالص هو البريفيا 9. البريفيا 8 هي الموديل الاوليد من شاشات سوني ل 2024، وهي البديل لموديل السنه اللي فاتت ال A80L. فزي ما انتم شايفين كده قدامي دلوقتي ده المقاس بتاع ال 55 بوصه من البريفيا 8. فزي ما انتم شايفين طبعا يعني جوده صورته يعني ممكن ما تكونوش شايفينها حلوه قوي زي ما انا شايفها على الحقيقه، ولكن هي في الحقيقه بصراحه صورتها مبهره جدا. هتلاقي بعدها على طول البريفيا 8 ولكن موديل ال 65 بوصه او مقاس ال 65 بوصه. يعني هتلاقي كده زي ما انتم شايفين مقاس ال 65 بوصه، السعر بتاعه 11999 درهم. ولو جينا بصينا هنا تاني على المقاس بتاع ال 55 بوصه هتلاقي ان هو مقاس سعره حوالي 7300 درهم. هتلاقي عندنا بعد كده كمان البرافيا 8 اللي هي المقاس الاكبر شويه اللي هو مقاس ال 77 بوصه، من المقاسات برضو الحلوه جدا، وهتلاقي سعره 16500 درهم. فزي ما انتم شايفين قد ايه جوده الصوره مبهره جدا بتاعه الشاشه، ولو بصينا عليها من الجنب كده هتلاقوا ان الشاشه رفيعه جدا زي ما انتم شايفين. يعني الشاشه من الجنب رفيعه جدا، لو جينا بصينا على دي برضو هتلاقوا ان الشاشه يعني رفيعه جدا من الجنب. ده كمان بيكون شكل الظهر بتاع الشاشه يعني لو بصيتوا عليها زي كده. وزي ما انتم شايفين سوني بتتميز هنا في نقطه ان هي دايما بتعمل كيبل مانجمنت حلو، او يعني بتغطي لك المكان بتاع مداخل ومخارج الوصلات. يعني لو جينا شفنا من ورا كده على الشاشه اللي هي دي هتلاقوا ان هم مخبين كل مداخل ومخارج الوصلات بشكل حلو جدا. ولو جينا بصينا بعد كده ده موديل بتاع البرافيا 8 زي ما قلنا، هتلاقي بعد كده عندك هنا الموديل بتاع البرافيا 9. البرافيا 9 هي احدث شاشه من شاشات سوني بتكنولوجيا الاضاءه الخلفيه الميني ليد، وده هيبقى اختلاف مهم جدا ما بينها وما بين البرافيا 8. انا بحاول ابين لكم جوده الصوره بتاعه الشاشتين ورا بعض. هتلاقوا طبعا ان البرافيا 9 البيك برايتنس بتاعها اعلى وشده سطوع الاضاءه بتاعتها اعلى من البرافيا 8 اللي هي الاوليد، ولكن في نفس الوقت برضو هتلاحظوا ان البرافيا 8 الاوليد هتلاقوا درجات اللون الاسود فيها اعمق، هتلاقوا التركيز بتاع الالوان اعلى. الجوده بتاعت الصوره في الشاشتين ممتازه جدا في الحقيقه ورهيبه جدا، ولكن يعني برضو الافضليه هتكون رايحه للشاشه الاوليد. على الرغم من ان الشاشه الميني ليد جوده صورتها فوق الممتازه، ولكن يعني للناس اللي هي بتدور على الدقه قوي هتلاقي دايما ان الشاشه الاوليد جوده صورتها افضل. تعالوا دلوقتي نبص برضو على الشاشة من ورا عشان تبقوا شايفين شكلها من الظهر عامل ازاي. هتلاقوا هنا من الجنب طبعا الشاشة شكلها رفيع جدا جدا زي ما انتم شايفين، ولو جينا بصينا على الظهر بتاعها زي كده هتلاقوا ان الظهر بتاعها برضو فيه نفس الفكرة بتاعت الكيبل مانجمنت والكابلات المنظمة بشكل حلو جدا. وخلينا برضو ناخد نظرة اعمق كده على التصميم بتاع الشاشة. هتلاقوا طبعا ان الشاشة الفريم بتاعها بيكون مصنع من المعدن، شكله شيك جدا، البيزل ليس رفيع جدا جدا زي ما انت شايف، او الحافه الخارجيه ليها رفيعه جدا. ده بيكون شكل الستاند بتاعها. فده بالنسبه للبرافيا 9. هتلاقوا برضو نفس المقاس بتاع ال 55 بوصه، ده بيكون شكل الستاند بتاع المقاس ال 55 بوصه. ففي الحقيقه انا شايف ان هي شاشه رهيبه. يعني خلونا برضو نكمل لفة كده ونشوف بقية الموديلات اللي موجودة هنا. هتلاقي عندنا بعد كده
طبعا الشاشه الميني ليد دي خلوني اقول لكم برضو ان هي بمعدل تحديث 120 هرتز وبيكون فيها اربع مداخل اتش دي ام اي فيهم مدخلين 2.1. دلوقتي خلونا ننقل على شاشه تانية زي الاي 80 ال. طبعا دي الاي 80 ال اللي هي الاوليد بتاعه السنه اللي فاتت اللي هي بتعتبر البرافيا 8 البديله ليها زي ما قلت لكم. دلوقتي انا شايف برضو ان جودة صورتها كويسة جدا، ممكن تكون في اختلافات بسيطة بس في البرافيا 9 تكون الوانها ادق اكتر ازهى اكتر، لكن بشكل عام هي كشاشة حلوة جدا. وده قدامي طبعا مقاس ال 83 بوصة سعره 18500 درهم، فمقاس عملاق في الحقيقة. ولكن خلونا برضو ننقل على موديل تاني وهو مقاس ال 98 بوصة. مقاس 98 بوصة ده من الشاشة اللي هي موديل الزد 50L، والشاشة دي بدقة 4K، البيك برايتنس بتاعها بيوصل لحد 780 نتس بمعدل تحديث 120 هرتز، سعرها 17500 درهم. ولكن دي شاشة بتكنولوجيا الإضاءة ال LED. فبالتأكيد يعني جودة الألوان فيها مش هتكون زي الشاشات اللي فاتت، ولكن يعني هي برضو مازالت شاشة كويسة جدا، بيك برايتنس بتاعها قوي قوي. وخلونا برضو ناخد نظرة أعمق كده على التصميم بتاعها من الجنب. طبعا بيكون فيها هنا دراعين كده عشان تقدروا ان انتوا تشيلوا منها الشاشة، لان طبعا حجمها ضخم جدا. ده بيكون شكل الظهر بتاعها. خلونا بقى نروح على مجموعة تانية كده من المقاسات والموديلات علشان برضو تتفرجوا عليها. هيكون عندنا هنا البرافيا 7. البرافيا 7 هي بتكنولوجيا الإضاءة الخلفية الميني ليد، وهي بتعتبر يعني الأرخص سعرا من البرافيا 9. يعني اللي حابب ان هو يشتري شاشة ميني ليد ويكون سعرها أرخص شوية من البرافيا 9، ففي الحالة دي هيبقى عندك البرافيا 7. البرافيا 7 اللي قدامي دي المقاس بتاعها زي ما انتوا شايفين كده، هتلاقوها مقاس ال 85 بوصة، ودي المواصفات السريعة بتاعتها اللي فيها XR بروسيسور، سعرها 19999 درهم. كمان هتلاقي هنا البرافيا 7 برضو، ولكن دي بتكون مقاس أصغر شوية. البرافيا 7 هتلاقي هنا دي المقاس بتاعها اللي هو ال 75 بوصة، سعرها 13999 درهم. دلوقتي بقى تعالوا افرجكم على موديل مشهور قوي للشات سوني، هو الـ A95L مقاس الـ 65 بوصة، وده بتكنولوجي الـ QD OLED، وهو المنافس للشاشة السامسونج اللي هي الـ S95 دي الـ QD OLED. ولكن الـ S95 دي بتاعت سامسونج دي بتعتبر الموديل بتاع السنة دي 2024، الـ A95L بتعتبر الموديل بتاع السنة اللي فاتت 2023، واللي مازال بيتم انتاجه السنة دي في 2024. فلو حابب انك تشتري شاشة QD OLED، فطبعا الشاشات الـ QD OLED هتكون هي افضل تكنولوجي على مستوى جودة الالوان وعلى مستوى الجودة بتاعت الصورة بشكل عام. يعني اعتقد ان انتوا شايفين معايا في الصورة الالوان بتاعتها عاملة ازاي. وكمان هنا الـ QD OLED الـ A95L هتلاقوها عليها الكاميرا بتاعتها. الكاميرا دي طبعا ليها استخدامات كتير اتكلمت عنها في فيديوهات قبل كده، فهي برضو من الشاشات الحلوة جدا. والسعر بتاعها هتلاقوا ان هي مقاس ال 65 بوصة، السعر بتاعه 11500 درهم. فزي ما انتم شايفين كده معايا، كمان هتلاقوا هنا فوق الموديل بتاع الـ X85L، الـ X85L والـ X90L. فهتلاقوا الموديلين اللي فوق دول بقى للناس اللي هي الميزانية بتاعتها محدودة شوية وبتفكر ان هي تشتري شاشة LED مش شاشة ميني ليد، ولكن دول هيكونوا بيدعموا تكنولوجي الفول اري لوكال ديمينج. فطبعا يعني زي ما انتم شايفين كده قدامي الفرق في جودة الصورة ما بين الـ X90L اللي هي بتكنولوجيا الإضاءة العادية الـ LED، والشاشة اللي تحتها على طول الـ برافيا 7 اللي هي بتكنولوجيا الميني ليد. هتلاقوا طبعا ان يعني البيك برايتنس وقوة شدة السطوع بتاعت الإضاءة في الشاشة الميني ليد بالتأكيد هتكون أكتر من الشاشة الـ LED العادية.
انا زي ما قلت لكم قبل كده ان يعني جوده الصوره ممكن ما بتكونش باينه قوي في الكاميرا زي ما انا شايفها قدامي بعيني، ولكن في الحقيقه يعني اي اختيار فيهم انت مش هتندم لو اشتريته. يعني انا دلوقتي قدامي 4 شاشات او 3 شاشات زي ما انتم شايفين، الاكس 85 ال وال 90 ال والبرافيا 7. اعتقد ان الثلاثه يعني جوده صورتهم فوق الممتازه على الرغم من اختلاف التكنولوجيات اللي ما بينهم، وفي كل الاحوال انت مش هتندم لو اشتريت اي شاشه فيهم. ولكن بالنسبه للناس اللي بتدور على افضل جوده صوره ممكنه، فبالتاكيد هتبقى البرافيا 7 هي الحل الارخص سعرا شويه بالنسبه للميني ليد. دلوقتي انا حاولت بس اخد لكم زاويه اوسع شويه علشان افرجكم اكبر عدد من الشاشات جنب بعض. لو ابتدينا بالشمال فوق هتلاقي عندك الاكس 90 ال، بعدها على طول الاكس 85 ال، يليها البرافيا 3، يليها الاكس 90 ال ولكن مقاس اصغر شويه. لو نزلنا تحت هتلاقي عندك البرافيا 7، وبعدين البرافيا 7 مقاس اصغر شويه، وبعدين الثالثه اللي هي الكيو دي اوليد الاي 95 ال. فاعتقد ان يعني الفروقات في جوده الصوره برضو ما بينهم يعني ممكن ما تكونش ملحوظه على الكاميرا، وفي الحقيقه هي الاختلافات ما بينهم برضو مش الرهيبه قوي اللي تخليك تدفع فرق الفلوس الكبير دوت. يعني انت برضو لازم تبقى حاطط النقطه دي في اعتبارك. يعني لو جينا دلوقتي شفنا في مشهد زي ده هتلاقي ان البرافيا 7 طبعا الالوان بتاعتها احسن، الاضاءه بتاعتها احلى، ولكن الموضوع هيبقى راجع لتفضيلك في الاخر. هل فرق السعر اللي انت هتدفعه ده تستمتع فعلا بالجوده بتاعت الصوره دي ولا لا؟ ان لو فرق السعر كبير قوي انت ممكن تستفيد بيه في حاجه تانية، زي مثلا انك تشتري ساوند بار من اجهزه الساوند بار الموجوده قدامي هنا. انك هتلاقي مثلا عندك هنا ساوند بار زي ال H2S2000، الساوند بار ده 3.1 شانل بيدعم الصوت الدولبي اتموس، وزي ما انتم شايفين كده هتلاقوا ان السعر بتاعه 1600 درهم. فانت ممكن 1600 درهم فرق في السعر ما بين الشاشتين تشتري بيه ساوند بار زي كده بيدعم الدولبي اتموس والدي تي اس اكس. كمان هتلاقوا هنا ساوند بار تاني زي مثلا البرافيا ثياتر بار 8. البرافيا ثياتر بار 8 ده برضو من اجهزة الساوند بار المميزة، زي ما انتم شايفين ده بيكون الشكل بتاعه، والجهاز ده سعره 3000 درهم.